السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم السبت 13 أبريل 2019. اليوم إن شاء الله غادي ننقل الشتلات ديال الطماطم مطيشة، غننقلهم لهاد الأصوص الطينية اللي كتبان لكم هنا، اللي كنت ديجا صورت في بعض الفيديو في فيديو عندي قديم، ممكن ترجعوا ليه، اللي هو خاص بالأصوص الطينية اللي كنزرع فيها الفواكه والخضار، وفي نفس الوقت غادي نغرسهم في بعض الأصوص اللي مزروعين فيهم أشجار الفواكه، كمثلا هاد الشجرة ديال البرقوق، هادي ديال المشمش، الخوخ، كرمة، شجرة الزيتون، الجوافة، الكرمة، التفاح، الرمان، يعني عدة أشجار. وفي نفس الوقت جبت أواني جديدة اللي هي عبارة على كما كيبان لكم هنا، هادو سطولة خاصين بالزرع، ها هو كيبان لكم تقريبا العلو ديالهم غتكون واحد 30 حتى ل 40 سنتيم، وفي سميتو ديالو يعني يكون 40، وهنا في القطر ديالهم غيكون 30 سنتيم. اذا هادو هما اللي غادي نزرع فيهم هاد الشيء اللي غادي ان شاء الله، هاد الشتلات ديال الطماطم كيما غادي نتقبهم من هنا، ها هو راه كيبان لكم هنا هاد البلاصه هادي، يعني خصو نتقبهم من هنا ومن هنا باش يكون تسريب المياه الزائده. باش اشنو غادي ندير فيهم اكزاكت قبل، يعني اش غادي نديرهم بالضبط قبل من نبدا الغرس ولا قبل من نبدا النقل ديال الشتلات. اول حاجه هو هاد الكياس، هاد الحجر الصغير، ها هو كيبان لكم، حيت هذا السؤال ديما كيتطرح عليا، هاد الحجر هذا الصغير كما كيبان لكم، هذا هو اللي غادي ندير الاول، غادي نحطه في الاول هنا. من بعد نقدر ندير مثلا بعض شويه ديال التراب، وندير بعض يعني الاعشاب مثلا بحال الحريقه، يعني نبات القريص لوختي بالفرنساويه، نقدر نديرها لتحت، وعاد من بعد نحط عليها تراب، وهاد التراب هذا غادي نكون خلطته، غادي نوريكم شنو كيفاش الخليط كيفاش غادي يكون. فكيبان لكم هنا هذا الغبار روت الغنم اولا لو فيميي، ها هو كاين هنا تراب احمر، ها هو كيبان لكم، ومخلط بالرمله، ها هو غادي يبان لكم هنا، انا كنحاول باش نوريكم، هو هذا. ومن بعد كاين هاد لاتورب، ها هي لاتورب، هادي لاتورب غنيه جدا، وكما يعني خديت من عند مول، يعني مول المشتى اللي كنت خديت من عنده هادشي. فلاتورب بيان سور كتكون نوتر، يعني ما كيكونش فيها يعني لاسيديتي، الحموضه ما كتكونش، يعني كتكون نوتر ماشي بحال التيرو. هذا هو الخليط اللي غادي نخلط ان شاء الله. عندي بعض الاطربه اللي كنت حيدت، ولا بعض التربه اللي كنت حيدت من بعض الاصوص فاش كنت نقيتهم، فهو عندي توما مجموعين، توما غادي نخلطهم نستعملهم دابا. وعندي هاد القصب كما كيبان لكم، ها هو هاد القصب، يعني غادي نديرو فين ما غادي نغرس، مثلا فين ما غادي ندير غنعمر سطل بالخليط ديال التربه، غادي نحط قصبه حداه، لان هاد القصبه هي اللي غتعتمد عليها الشتله ديال الطماطم باش تكبر. اذا هذا هو اللي غادي يكون ان شاء الله اليوم، هذه هي الخدمه اللي غادي تكون ان شاء الله لقيتها ملي غادي نبدا. في نفس الوقت يعني الخدمه اللي غتكون شويه عندي يعني فيها شويه ديال الخدمه، وبان في كل شتله ولا كل سطل خصني نعطيه السميه ديال الشتله، يعني السميه ديال النوع ديال الطماطم. الطماطم ديالي هما غادي نوريهم لكم، غنحاول باش نحيد من الضل، كيبان لكم بان راه كبروا. هذه مثلا سوريز ريد بير، ممكن تقلبوا عليها، ممكن ديروا جوجل وديروا الاسم، انا غنقربوا لكم باش يبان لكم، غنحاول ما امكن باش نقربوا. هو هذا سوريز ريد بير، يعني هي على الشكل ديال البعويد ديال الاجراس، ولكن هي طوماط سوريز يعني صغيره. ممكن تقلبوا في جوجل ويعطيكم مثلا هذه، كاينه هذه عاوتاني نوع اخر اللي هو اوليفيت ستخيي، يعني حتى هي على الشكل ديال الزيتونه، ديال حبات الزيتون، واشكال اخرى. اذا هذا هو اللي كاين، ها هما الشتلات ديال الطماطم اللي غادي ننقل، كتبان لكم هنا
ان شاء الله هذا هو الخدمه ديال اليوم. كنتمنى ان شاء الله تكون نتيجه يعني مزيانه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نتلاقاو في الفيديو اللي غنبدا فيه الخدمه.